ظهرت عندنا حالة في ناحية دجلة وافدة من دولة الهند، كانت في رحلة علاج لابنها المقعد. احنا يعني كحكومة، حكومة صلاح الدين وحكومة محلية بالناحية، ما عدا شعار بوصولها الا بعد يومين يعني من الاهالي. احنا سمعنا لكون احنا التعليمات اللي المركزية اللي من رئاسة الوزراء انه الوافدين تقوم بها الحكومة المركزية بإجراء اللازم من قبلهم وإرسالهم إنه بموجب كتب رسمية بعد إجراء الفحوصات. ولكن تفاجأنا وصولها على الفور. تحركنا إحنا كحكومة محلية متواجدة خلية أزمة الناحية الكوادرنا الصحية، وأرسلناها إلى قطاع سامرة، تم الفحص لها بعد يومين ظهرت النتيجة إيجابية، وعلى الفور استشعرنا بسيد قام مقام سامرة. تحركنا بغلق المدينة بالكامل، القرية اللي موجودة بها الحاجة، جرد الملامسين، كل الإجراءات اللوجستية اللي تحتاجها القرية احنا تم إجراها. بالإضافة صباح هذا اليوم تم حضور الدفاع المدني، قطاع سامرة، رئاسة الصحة صلاح الدين لجرد ومسح الميداني على المنطقة. وحاليا أنا توجهت إلى سامرة لغرض الاستعانة بالمنظمات الدولية وهجرة سامرة بتقديم المساعدة لأهالي المنطقة هذه اللي مهجورين محصورين محاصرين صار لهم أكثر من 4 أيام. لحد الآن يعني المسح يعني بعد 5 أيام راح يأخذون مسحات للملامسين. من اسمه راح نشعركم إن شاء الله.